تعليق على الموضوع، ينضم الينا عبر الهاتف من واشنطن زميل المركز العربي للابحاث والدراسات السياسيه الاستاذ عبد الوهاب القصاب. اهلا بكم الى استوديو رافدين. استاذ عبد الوهاب، كيف ينعكس برايك تصريح المبعوث الامريكي الخاص الى ايران براين هوك على ميليشيا الحشد في العراق؟ اكيد تحياتي لك وللاخوه المشاهدين. يعني اكيد الانعكاس ليس سهلا، والوضع معقد الى حد كبير، خصوصا بعد ان اصدرت السفاره الامريكيه تحذيرا لمواطنيها في العراق. يعني اللي يحمل بين طياته الكثير من يعني من علامات الحذر والتحفز، واعتقد ان يعني موقف هذه الميليشيات في العراق موقف خطير، ويمكن ان تكون هي كرش الفداء حقيقه. نعم. يعني يمكن أن تتلقى ضربة الأقوى فيما إذا هي حاولت أن تتعرض للمصالح الأمريكية في العراق، وبهذا طهران كعادتها ستكون بريئة، والضربة سيصلها مؤيديها العراقيين. هذا ما يمكن أن يعني نتوقعه. نعم. ما لم يرعوي هؤلاء الناس ويفهمون أن يعني ليس من مصلحتهم أن يكونوا كبشة فداء لطهران التي من عادتها أن تضحي بالآخرين في سبيل مصالحها، وليس لديها الاستعداد أن تضحي بأي من جنودها لهذا الأمر. نعم، هناك في مجلة فورين بوليسي في تقرير لها تقول بأن إيران رفضت السماح لميليشيا الحشد بمهاجمة أمريكا ومصالح أمريكا في العراق. إذا ما الحسابات التي بنت عليها إيران هذا القرار؟ يعني حتى إذا أعلنت، أنت تعرف بأن هذه الميليشيات هي عبارة عن مخلب خاص بيد طهران توجهها أينما تشاء. مثل يعني يمكن أن نفترض من الذي وجه الضربة للناقلات، ناقلات النفط الأربعة أمس في خليج عمان خارج مضيق هرمز. يعني ليس هنالك تهديد للمضيق مثلا، ليست هنالك أداة إيرانية مباشرة قامت بالضربة، لكنه انفاس طهران وتخطيطها ليس بعيدا. نفس هذا السيناريو يمكن ان ينعكس على اي من ميليشيات طهران الموجوده في العراق، سواء طيب حذروا الحشد، ماذا عن العصائب؟ ماذا عن كتائب حزب الله؟ ماذا عن افواج امير المؤمنين؟ شايف يعني هنالك الكثير من المخالب التي يمكن ان توجهها طهران في هذه اللحظه او تلك، ويمكن ان تكون حقيقه هذه يعني وسيلة من الوسائل التي تحاول أن تنقل رسائل عبرها إلى واشنطن، لأن من الأجدى والأوفق التفاهم بدلا من نعم. على الرغم من طلب أمريكا أكثر من مرة من الحكومة في العراق حل ميليشيا الحشد وسحب سلاح هذه الميليشيا، رفضت الحكومة العراقية ذلك. إلى أي مدى ترى بأن القرار هو مرتبط برغبة إيرانية بحل ميليشيا الحشد؟ كيف ترغب ايران بحل ميليشيا الحشد؟ وزير الدفاع الايراني هدد امس باستخدام الحشد لقبر كما قال تحديدا هي محاوله للنيل من مصالح ايران في العراق. ابدا، الحشد والميليشيات الاخرى هي ادوات ايرانيه ليس للحكومه العراقيه سيطره عليها، ولا يمكن لرئيس الوزراء ان يملي ارادته على هذه الميليشيات. نعم، في حال اندلعت مواجهة بين أمريكا وإيران في المنطقة، أين برأيك سترى العراق في هذه المواجهة؟ في نص مطحنة العراق سيكون بين المطرقة والسندان. نعم. ما لم تكون هنالك حكومة حازمة توقف هذه الميليشيات عند حدها، وأنا وأنت نعلم بأنه ليس هنالك نعم. الأستاذ عبد الوهاب قصاب زميل المركز العربي للأبحاث والدراسات السياسية كنت معنا عبر الهاتف من واشنطن، شكرا جزيلا لك.